جميل عبال سعد الحوطي اسمع دوب خلص صوته يذكرنا بزمن الكرة الجميل وبالعصر الذهبي للأزرق وبالأمجاد التي حققها منتخبنا الوطني في حقبة السبعينيات والثمانينيات. لم يتفق الجميع على الرغبة في سماع معلق رياضي على المباريات المهمة بقدر ما اتفقوا على صوته. تميز بأسلوبه الذي يمزج بين الجدية والحماسة والطرفة والمعلومة القيمة. مجموعة كبيرة من اللاعبين والرياضيين استمدوا ألقابهم منه إلى درجة أن الكثير كانوا يطلبون منه إطلاق لقب معين عندما يحالفهم الحظ. عفويته جعلته يتسلل إلى القلوب خلسة فاستوطنها. إنه شيخ المعلقين خالد الحربان. اليوم الكويت تقول له شكرا، فماذا يقول هو؟ هذا الحديد فرحت وسررت وتفاجأت اني انا على الشاشة طالع تلفزيون الكويت واسمع يقولون شكرا. فشكرا هذا الحديد احنا بنقول حق هذه البلد شكرا، لان هذه البلد اللي عطتنا وحمتنا ورزتنا وسويتنا ناس. فشكرا، شكرا لكم انتم القائمين على هذا المشروع، احنا بنقول شكرا. عرف خالد يوسف الحربان في طفولته ومراهقته بخالد الرقم، وكان اصدقاؤه ينادونه بذلك. يروي بيوسف كيف التصق به هذا الاسم. خالد يوسف الحربان هو خالد الرقم يسمونه ذاك الوقت. خالد الرقم لان انا تربيت في عائله الرقم بعد وفاه الله يرحمه والدي ووالدتي، ربتني جدتي كبيره وكان في بيت الرقم. فكان يسموني ربعي الدوله وعيد احمد يعقوب ربعي والخطيب، يسموني خالد الرقم مو خالد الحربان. بس انا بالاصل اسمي خالد يوسف الحربان طبعا. وفريق كان فريق الندوة، نلعب فريق الندوة، كان مجموعة معاي من اللاعبين، وكانت في ود، كانت الفرجان تقارب على بعض. كنت أنا أسكن في المطبة ودرست في النجاح وصلي في مسجد الملة. فيعني كل هذه الامور الحديده تجمعنا كفريج، وناكل في مطعم صغير يسمونه سندويش مشكل. فالفريج كل الفريج من زملائي ومن ربعي القديمين اللي عاشرتهم وعشت معهم. ويعود الحربان بذاكرته الى فريج المطبة وبدايه تاسيس فريق الندوه الذي ذاع صيته في تلك الفتره، وكيف انتقل كلاعب كرة قدم من الفريج إلى لاعب في منتخب الكويت الوطني. أنا لعبت الفريج، كان ملعبنا ملعب المقبرة في المطبة. كنت أنا صغير ذاك الوقت، كان خالي الله يرحمه محمد بن ثاني كان لاعب، وكنت أنا ألعب أميل لي أكون حارس مرمى. فحاوله يقول لي لا تلعب حارس مرمى، هذه لعبة خطرة، فالعب الدفاع بالهجوم. وبالفعل يعني انتقلت من حارس مرمى ولعبت حتى أرسل حارس مرمى مع المرحوم منصور المنصور كان هو حارس مرمى. فهالأمور هذه هي اللي فريج ونلعب في حي المطبة. معاي أكبر مني شوية هو الأخ جاسم سبتي، كان هو المسؤول عن الفريق، عبد الرحمن الدولة كان من اللاعبين، خالد النيدي العميري، وشكلنا فريق الندوة يغلب فريق جبلة اللي هو كان يعدو بالخرس، وكان سليمان الفارس أيامهم. فإحنا
كفريق يعني فريق تسميه فريق المطبة، فريق المطبة أو بالأخص يعرفونا لحد الآن ديوان العميل يعرفونا فريق الندوة. فريق الندوة هذا فريق كبير هنا ضمن فريق سانتوس البرازيلي، ودائما نتكلم على بيليه فعلا، لأن بيليه من لاعبي كرة القدم العالميين، والحقيقة هو من مواليد 1940. وبالنسبة لاعتزاله بيليه ما راح يعتزل، راح طبعا ما راح يلعب مع المنتخب، إنما راح يلعب سنتين حسب ما سمعته في التلفزيون البارح في لما صرح وقال إنه راح يلعب الغادسية، راح يلعب الغادسية شلون راح يلعب مع سانتوس سنتين، راح يلعب مع سانتوس طبعا سنتين، ولذلك أما في المنتخب راح يتيح لي بالنسبة لي الفريق المنتخب لشباب ثاني. بيلي حاز على الحقيقة ميدالات كثيرة، 17 ميدالية. بدأ خالد يوسف الحربان رحلته مع التعليق الرياضي من إذاعة المدرسة، عندما أشار له الأستاذ المشرف على الإذاعة المدرسية بأنه لا يصلح مذيعا بل التعليق هو مستقبله، وفعلا كانت البداية شاقة ومشوقة. هذه قصة فيها يعني شيء شيق. هو القديمين اللي كانوا يتعلق في الكويت كان المرحوم فوزي جلال، كان هو الحقيقة اللي ماسك القناة الرياضية وهو اللي مسؤول عن التعليق، وكان يعلق أيضا. من الكويتيين المرحوم عبد العزيز الخطيب والمرحوم نور الثويني، هم الكويتيين اللي بدأوا التعليق قبلي. فأنا لما جيت كنت أصلا في المدرسة، أنا وفي المعهد التربية الرياضية في حلوان دائما ورا الميكروفون وأحاول أقلد وأعلق، يعني حاب الشغلة هذه. وكنت في الإذاعة المدرسية، وتعلم الإذاعة المدرسية بكلفك المدرس تعمل نشرة أخبار وتعمل كذا، فما تقدر. فيومها كلفني مدرس المصري قال اعمل يا ابني نشرة أخبار. كنت أنا يومها في المدرسة في الصف الرابع، كان أحمل قال لي ما تصلحش، أنت تصلح مذيع كرة. فبدت في ذهني أصير مذيع كرة. فلما رحت مصر أدرس مع تربية رياضية، كان ذلك الوقت أشهر معلق في الوطن العربي كابتن محمد لطيف. كابتن محمد لطيف من المعلقين اللي يعرفونه في كل شمال أفريقيا ومعروف، فهذا المعلق. فأنا خدت جزء من متابعته في مباريات وأنا أدرس في المدرسة، وكان معاي زميلي علي السبتي وحسين مكي معاي في سكن. فبالتالي لما يطلعون أنا أحط، طب ما كان في تلفزيون ذاك الوقت، بالغصب يراني بالتلفزيون ونشوف المباراة وين، فبيجيب لي مسجلة وقعد أعلق وأنا بالغرفة وساعات، يعني الواحد عشان يصير صوته حلو يقولون ها يروح الحمام عشان ما حد يسمعك وما حد يشعيش بالحمام، فتعلق وتقول على كيفك وتطلع أهات وكلمات وذي. فكان لما يطلعون الربع من الشقة أنا أبدأ الحقيقة أمسك، فكان عندي ونيتي أني أنا إن شاء الله أصير معلق لما أرجع. وكان طبعا تعرف غشبرة الشباب واللاعبين تغشروا معاك. فرجعت الكويت تقدمت حق تلفزيون الكويت، كان الأخ الحقيقة رضا الفيلي كان وكيل وزارة مساعد لشؤون التلفزيون، فقدمت الرسالة أني أنا أقبل أصير معلق إن شاء الله، كتبت اسمي خالد الحربان. راحت الرسالة للأخ رضا، تميت أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة ما حد رد علي. سألت فوزيرات وين أنا بصير معلق، قال كتاب عند الوكيل. ذاك اليوم جيت هذا المغرب، كان المرحوم العزيز الخطيب وهو اللي يعلق ويقدم البرنامج، فجيت انا اعمل تجارب ابي اصير بطلع في اجابه التلفزيون. فقلت خليني امر على الوكيل، فرحت على الاخ رضا الفيلي، قلت له والله انا ترى مقدم صار لي اكثر من 3 اشهر اساهم في البرامج الرياضيه،
قال لي ما يعني طلبك؟ قال لا طلبي عندك. كلم فوز جلال، يا فوز جلال جاب الكتاب، قال له خالد مقدم عندنا من فتره، واحنا ان شاء الله اي فرصه عندنا كلوت. ما كان في مباريات تنقل، وين مباراه واحده بالشهر يلا وما يجي الدور. مو الان عز ما شاء الله والحمد لله معلق يعلق 9 مباريات الاسبوع، فهذه طبعا. فاقول لك عاد فيس طلع كتاب، قال لي طلعني خالد، انا عرفت خالد الرقم مو خالد الحربان، دارس مع انا ثانوية فلسطين كان اسمي خالد الرقم، اللي يعرفوني بس اسمي الرسمي خالد الحربان. فالمهم بعدين اعتمدوا لي وعطوني مباراة، وكانت مباراة يا ريت ما عطوني اياها، العربي والاسماعيلي زيارة للكويت. يعني اجي صيدي اذا انا زين، لا يمكن. طبعا حطيت اليمين ويسار ويسار يمين وكذا، كان الله يطول لنا في عمر الحديدة الأخ رئيس النادي العربي ذاك الوقت اللي هو أبو يوسف. فقال لي ترى شوف تحتاج تجربة. طب والله احتاجي تلفزيون مباراة العربي صاحبة. قال لي روح الإذاعة. فكان يومها الله يرحمها حمد المؤمن كان مسؤول عن الإذاعة وتكلموا معاي، ورحت الإذاعة وذعت أول مباراة حق الإذاعة، هب مباراة خارجية نادي الأهلي المصري ونادي الكويت، لكن الحمد لله وفقت فيها. إذاعة غير التلفزيون، ما حد يشوفك حط أي كلام بس لا أحد يشوفك. فالمهم الحمد لله وشبه بديت في كتجربة، وبعدها حتى والت الأشياء هذه وصارت فرصة متاحة والحمد لله. ترأس شيخ المعلقين خالد الحربان رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، على الرغم من أنه لم يمارس اللعبة إلا عندما كان طالبا. فمن وقف وراء ترشيحه؟ يجيب الحربان: هذه لما تخرجنا احنا 8 من المحتبة الرياضية، مثل كان محمد الزامل وحسين مكي والسرهيد مجموعة وحسن كرم، فكان اتفاقنا واحنا رادين في الباخرة ان احنا كرياضيين لازم نتوزع الأندية، يعني ما نشتغل كلبنا عرباوية وقدساوية، لا نروح الكويت والعربي والقادسية وكاظم نروح عشان نعمل في الاتحادات، كانت هذه النية. فأنا لما جيت النادي العربي كان أيامها اتحاد كرة اليد توه بادي، ويحتاجون إلى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ويحتاجون رياضيين. فإحنا كرياضيين خريجي مع التربية الرياضية استعانوا فينا، فاتحاد اليد اللي كان ماسك الله يرحمه رئيس الاتحاد ذاك الوقت سالم اليماني، وكان معاه مجموعة من الإداريين. صار بعد سنتين في اختيار اتحاد جديد لمدة 4 سنوات، فرشحوني النادي العربي، وأذكر حتى الأخ موسى راشد حريقة وهو اللي دعمني، قال الحربان مدام هو رياضي وخريجة البدنية ينفع حق اليد ويلعب كرة يد لما كانت تلميذ، فرشحوني لليد. وبالفعل ترشحت لليد. كان منه عدو اليد يوسف، وكان جابر رجال أهمه، كان الله يرحمه رجب معيوف، يعني حتى اللي ترشحوا في كرة اليد ما كانوا لعبوا يد يعني ولا لهم علاقة، كون انهم رياضيين، لأن كان الكل يبي يروح اتحاد كرة القدم. فأنا رحت اتحاد كرة اليد وعملت سنتين مع اتحاد اليد، وبعدين صار بعد السنتين تجديد للرئاسة، فانتخبوني رئيس اتحاد اليد، وبالفعل تميت مع اتحاد اليد 13 سنة. يمكن كون اني انا معلق رياضي وغريب استطعت اني انفع في اتحاد كرة اليد وامشي لهم بعض الامور، وهذه ناحية ادارية والحمد لله. في عام 1970 نظمت البحرين بطولة كأس الخليج الاولى في كرة القدم، وكانت المواجهة الأولى له مع التعليق للمنتخب، لحظات من التردد والخوف والترقب، كان بحاجة إلى مساعدة صديق. في المقابل هناك مواقف طريفة وعفوية مع والدته التي عاش في كنفها. شوف يا سيدي، هذه الشغلة أنا طبعا بديت أعلق في الدوري المحلي،
بعض المباريات، فجت كأس الخليج سنة 70 وكان مرشح لها المرحوم عبد العزيز الخطيب، وهو اللي يروح، وكانت في البحرين البطولة، أول بطولة كأس الخليج. فكان في كلام إنه هو نبي معلق غير الخطيب، وحصل خلاف من اتحاد القدم أو كذا وبعض الأمور. فالعيز المخليد طول لي في عمره قال لهم أنا في عندي معلق أعرفه وسامعه رشحوا لكأس الخليج. هذا كان سنة 70 في البحرين الدور الأولى. بالفعل وقع على الاختيار إن أنا أترشح كأس الخليج في البحرين. طيب رحت أنا بادي أعلق مباريات قليلة، يعني ما عندي ذيك الخبرة الكافية. فصعوبة تعلق كأس الخليج في البحرين، لحسن حظي المرحوم المذيع الكبير حمد المؤمن كان موجود المرحوم في البحرين، فالتقيت معه، كنا في الأوتيل، فكنا نلعب المباراة، وكان فييت حق المرحوم قلت له طال عمرك أنا بعلق المباراة، المباراة صعبة، افتتاح كأس الخليج، بيحضر الأمير، هذه كلمات الأمير ما أقدر أقولها، شغلات فيها رسمية وفيها بروتوكول، فخاف غلط أنا الكرة إيه، بس مسألة إن هذه الأمور، فأنا أرجو منك طال عمرك إنك تحضر معاي المباراة وتمسك الميكروفون في المراسم، حضور الشيخ والمراسم، وتقول فيها وصوتك ما شاء الله عليك صوت إذاعي وكبير، وبعدين لما ينزلوا الفريقين عطني الميكروفون. فوالله ما قصر، الله يرحمه والله يخليه الحديد عياله الآن ويبلغنا فيهم، مع أن من عائلة مؤمن الآن موجودين بعض الأشخاص اللي في 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 الإذاعة والتلفزيون. فبالفعل استلم المفتاح لما نزلوا الفريقين عطاني الميكروفون وبديت وانطلقت. بعد ما ذعنا المباريات قالت عندنا مباراة مهمة جدا قبل النهائي، يعني المباراة النهائية، فيو يحضرون المباراة، فلقيتهم بالفندق، قال حربان ترى انت اذيتنا، يعني اللعب هل هذا اللعب زين؟ ترى رادو بس ما كنت تلفزيون، سمعت بس بالرادو، والله اللعب زين. المهم يو تفرجوا على المباراة، حلو ما انتهت، قالوا لا 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 ما شاء الله تعليقك لا صج زين، صج صج يعني مو ما تخربط علينا التعليقات هذه اللي بتصير. يتذكر بيوسف اهتمام القيادة السامية بلاعبي المنتخب، وكيف هي علاقة الحاكم والمحكوم في كويت المحبة والسلام، مواقف طريفة جمعته مع أمير الكويت الراحل صباح السالم الصباح، وجميعها كانت في مصلحة لاعبي المنتخب. طبعا احنا رحنا الدورة الأولى في البحرين سنة 70 وما قصر الشيخ يابر، كان أيامها ولي العهد، الشيخ صباح كان مسافر، فعطونا ساعات مميدة، ساعات غالية، وحتى أنا من ضمنهم. لما جينا نروح الدورة الثانية رحنا نستأذن قابل صاحب السمو الشيخ صباح السالم، فالعصفور واللاعبين حمد وذي الحربان والحج الشيخ نبي فلوس ما نبي ساعات، هذا عجب الله نسافر. فمقابلنا يشجعنا يشجع الفريق فقلت له طال عمرك والله ترى اللاعبين يعني يبون خرطة بيزات، يعني يعطون ساعة تعرف ياخذ يلبس ساعة يحطها بالتمرين تضيع، قال لا 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 خلاص ولا يهمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعطيهم. رحنا كأس الخليج في السعودية دورة ثانية، لما جينا احنا رادين استقبلنا صاحب السمو واعطانا بالفعل ظرف، ولما جيت انا يطبطب على الظرف يقول له شوف انت اكثر منهم. فهذه طبعا تحس انها الروح الطيبة، فهذه اللي هي بالفعل تجمع. الشغلة الثانية كأس الخليج اللي في الدوحة، هذه اغلى دورة واغلى شيء خذوا اللاعبين. ياما حسن البكر صرح ان اذا فاز المنتخب العراقي في كأس الخليج راح يعطي كل لاعب بيت وسيارة. طبعا جماعتنا بالكويت والحمد لله ما يقولون شيء. فلما رجعنا فزنا في المباراة،
فوصلنا. فبالفعل أهدى صاحب السمو أمر ببيت حق كل لاعب في مشرف 26 بيت، وهذا أنا بيتي معاهم، وأنا قريب ما بين العنبري وسعد الحوطي وجاسم يعقوب. فأمر صاحب السمو البيوت حق اللاعبين، وهذه كانت طبعا فرصة كبيرة جدا، وشيء الحقيقة تشكر عليه. ودائما احنا بنقول يستاهلون اللاعبين ومهما أدوا الكويت، وهذا شيء بالفعل. الكثير من الألقاب التي التصقت باللاعبين كانت تأتي بالصدفة، منها أطلقها شهيد الرياضة الكويتية الشيخ فهد الأحمد الصباح، وبعضها أطلقها رئيس رابطة مشجعي نادي القادسية الراحل فيدان. هو الشهيد الله يرحمه كان من الناس اللي دائما يعني قريب من الفريق، وأنا كنت قريب من الشهيد الله يرحمه، كنا في الملعب مع بعض، وكنا في التدريب مع بعض، في المباريات. فنبدأ بالفعل هذه الألقاب، هي حتى الواحد لما يذكرها لابد يذكر الناس اللي راحت، اللي هو مثل فيدان الله يرحمه، كان من الناس اللي طلق مجموعة من الألقاب على 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 بعض اللاعبين. أنا دوري أكد هذا اللقب، يعني دوري أنا أكد هذا اللقب. ففي ألقاب يعني على المرعب جاسم يعقوب، على الملك فيصل الدخيل، هاي طلعت مرعب، طلعت من الفيدان، الملك من الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد، بس أنا أكدها من خلال التعليق إن جاء الملك كذا. فتحي كميل كأس الخليج الرابعة اللي في الكويت، الثالثة اللي في الكويت، ما كان زين، والآن ما كنت المعلق في جميع المباريات، كنت أنا مع المرحوم عز الخطيب، وكان معنا معلق آخر، فكنت أنا أخذ جزء من المباريات. فجت المباراة النهائية عندي أنا، يوني الإخوان في نادي التضامن قالوا لي يا الحربان تكفى سم لنا فتحي، قلت لهم فتحي ما لعب زين. بالفعل ديج الدورة ما بان اسمه فتحي، كان بعيد وما كان، وكان جديد. ففتحي لما لعب في المباراة النهائية مع العراق، عفوا بالفعل مباراة النهائية مع السعودية، مباراة النهائية كانت موجودة في داخل الكويت مع السعودية، المباراة لقبته بالفارس الأسود، ها، ورديت على طول لا الفارس فتح جميل الفارس الأسمر. فهذه طبعا هي يعني مثلا اللاعب ترى ما حد يعرف، يمكن خلف سطام، خلف سطام لاعب نادي الشباب، ما حد يعرف اني انا لقبت الارنب. خلف سطام سنة 70 الدورة الاولى، سنة 70 في كأس الخليج، حتى الشيخ يابر كان يذكرها لما رجعنا. سأل الشيخ يابر سلاح أحمد سعدون، قال وين اللاعب اللي لقبه الحربان بالأرنب؟ وبالفعل أنا عملت معاه لقاء مع خلف سطام، وجدت أن اللاعب مسرور لما أنا سميت الأرنب. ليش الأرنب؟ كان لاعب ولاعب في نادي الشباب، وهذا اللاعب الحين يمكن نذكره من هذا الحديث الحديدة، كان لاعب نادي الشباب. وبعد البطولة هذه كان الحديد يتكلم الشيخ سلمان لحمود يبي ينقل الحق العربي، ولكن صار في خلاف ما بين إدارة نادي الشباب وما بين اللاعب، وما سمحوا له إنه هو يروح النادي العربي، وما تدرب ولا لعب معهم الدوري في الفترة هذه، وما أخذ في الدورة الثانية لما كانت في السعودية. والولد مسكين راح، والآن الولد الحديدة مصاب في مرض الزهايمر اللي هو كذا. وأنا التقيت مع زوجته الله يعطيها طولة العمر ويعطيه طولة العمر الحقيقة، الولد مريض، لأن من تلك الفترة اللاعب وصل. وبالتالي أنا أقول كأنديتنا لابد إحنا نتعاون، لابد إحنا نحط إيدنا بإيد بعض، ما يمنع إذا كان والله النادي يحتاج إلى لاعب، وهذا اللاعب اللي مو محترف، فخلوه يصير فيه تواصل وفي منفعة للاعب، يعني لا يصير فيه تأزيم،
خصوصا نحن الان في مرحله ترى مهمه جدا، فمقبلين على الدوري ترى من خلال برنامجكم هذا. خلينا نتكلم عن الدوري وعن دوري الدمج. هذا دوري الدمج اذا ما حطينا ايدنا بايد بعض كلنا كانديه 14 نادي، انا اعتقد راح الكره تتاثر. فامامنا الان مجال، امامنا قياده والحمد لله سليمه، امامنا اتحاد القدم ان شاء الله متعاون، امامنا انديه كبيره فيها رؤساء انديه، يجب ان نخضع ونتعاون ونعطي فرصه للشباب. من البرامج الشيقه التي قدمها خالد الحربان وحظيت باهتمام الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح كان برنامج مع الطلبة الذي ما يزال يعرض حتى الآن، ويتناوب على تقديمه مجموعة من مذيعي تلفزيون الكويت. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومساكم الله بالخير مع الحلقة النهائية لبرنامج مع الطلبة لمدارس البنين. والحلقة النهائية لمدارس البنين طبعا حسب نظام البرنامج انه هو الاول على مدارس البنين بيقابل الاول على مدارس البنات على كأس البرنامج المقدم من حضرة صاحب السمو امير البلاد. ونظام الكأس، احنا في نظام الكأس في دور الاربعة الان وصلوا مدرستين البنين وبعدين ايضا مدرستين بنات اللي هم الدوحة ورمثية، والفائز منهم بيتقابل على الكأس في الحلقة. والله شوف، مع الطلبة من أمس يوم 30 الشهر أشكر الحقيقة وزارة التربية، وأشكر معالي الوزير، وأشكر إدارة النشاط المدرسي في وزارة التربية، وأشكر الأخت بدور اللي كانت مشرف على برنامج مع الطلبة، وأشكر الشيخ فهد المبارك اللي سلمني هذه جائزة تذكارية لمشاركتي معهم في برنامجهم الحاضر. برنامج مع الطلبة الحقيقة برنامج كان وايد مهم. هذا البرنامج أخذ أهمية في أيام سيدي صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد وسماه كأس الأمير للطلبة واهتمام بالطلبة. فكأس مع الطلبة والحمد لله كان برنامج شيق، والآن مجموعة موجودة من الشباب حضرت معهم وجلست معهم، ونوع من التوجيه وتوعيه، ولكن كثر الله خيرهم قادرين في بنت وشاب وشابة يقدمون هذا البرنامج. وأتمنى إن شاء الله أكثر اهتمام وزارة التربية يعطونا الأهمية، والتربية مين مقصرة والتلفزيون ما هو مقصر في هذا العمل. ويؤكد المعلق الرياضي خالد الحربان على ضرورة أن يجتهد المعلق في البحث عن المعلومات الخاصة باللاعبين، وأنه لم يتردد في السؤال والالتقاء باللاعبين الجدد. أنت كمعلق ما تحضر، كصحفي ما تعرف تكتب، كلاعب ما تتمرن. أهم شيء اللي هو التحضير للمباراة. كنت أتعب أنا، يعني أولاً أقعد مع اللاعبين واتصل فيهم، والآن طبعاً العملية صارت سهلة. الآن في تويتر هذا وفي اللي يسمونه موجود فيسبوك، هذا بتلاقي معلومات كلها. لكن زمان لا، أتعب واتصل في اللاعب، واللاعب أروح له في غرفة اللاعبين. أنا لما رديت علقت في الكويت، خلي يسمعون الإخوان المعلقين الموجودين في الكويت، لما رديت عطوني بعض المباريات فما أعرف اللاعبين، نسيتهم، يعني ما أذكرهم. صغار وكبروا، الآن جيل جاسم جيل المجموعة الكبيرة راحت. فجيت دخلت على المشرف الفريق، إيه بالنادي العربي ونادي القادسية ونادي الكاظمة، قلت له تكفى أنا هذا اللاعب أبي أشوفه. قلت له شو اسمك؟ شو اسم ابوك؟ ابوك لاعب انت لا. فاخذ منه بعض الاشياء. زين، لو قلت انا كلمه عليك هذه تقبلها وما تقبلها؟ يعني في بعض اللاعبين لا تقول عني شيء، خل. فكنت بالفعل وجد هذا الشيء. لما رحت في اوربت حطوا لي مجموعه من الناس، لما اذيع دوري مثل ايطالي حطوا لي واحد ايطالي يعلمني اللاعب هذا شنو مستواه، شنو كذا، شنو اصله، شنو فصله، شنو مستواه. فبالتالي هذه الذخيره اللي انت تعطيها الناس، اعطيها، هذه مطلوبه منك.
فهذا بالفعل والحمد لله كنت انا تميزت فيها. وارجو الحريق حتى المعلقين الان موجودين في معلقين، احنا الان في الكويت وقفنا على سقف معين في الكويت على معلقين، ولكن من خلال برنامجكم هذا وانا بشكركم على كلمه شكرا، قاعد افكر في يوم الليله الحقيقه اني انا التقي مع معالي وزير الاعلام ومع معالي وزير الشباب والرياضه الشيخ سلمان، وبطرح عليه الحقيقه في برنامج عندي اني انا اطرح اسماء جديده تاتي للتعليق. هنعمل مدرسه ان شاء الله، نعمل مدرسه عن طريق رعايه وزاره الاعلام، عن طريق اتحاد كره القدم، ونبدا ونعطي مجموعه من المعلقين وبنتابعهم. عملنا تجربه مع الاتحاد دول مجلس التعاون مع الاخ عمر براس، دكتور عمر براس مجلس التعاون، عملناها الخليجيين وطلعوا مجموعه من المعلقين. لكن الان احنا بنحاول نعمل لنجد ان شاء الله، احنا بعد هذا عمر واحد ما يقدر يعلق كل الدهر، لكن نستطيع نساعد ان شاء الله ونعطيهم فرصه. ويراهن شيخ المعلقين على ان المرحله المقبله يجب ان يقودها الشباب، فهو وابناء جيله اعطوا ما لديهم، ويجب الان ان تسلم الرايه للجيل الجديد. وهاي ترى الدور عليكم انتم يا شباب، انتم احنا ادينا ووفينا الحمد لله، وعلينا واللي علينا سويناه، فالدور عليكم انتم يا شباب، وانتم هذا العمل اللي تقومون فيه الحقيقه عمل وايد طيب، وانا اشكركم من خلال حقيقه لقائي معاكم، ويمكن اخذت منكم الكلام الكثير، ويمكن المشاهد الان تصدع ويسمعني، ويمكن اللي محتاج الان المكان اللي بنسجل فيه احنا نغيره، لكن انا سعيد معاكم وان شاء الله نتمنى كل شيء، وانا اللي بقول لكم شكرا مش انتوا تقولوا لي شكرا.